تعرف على كيفية إلغاء متابعة مزود استراتيجيات على منصة Equity Copy. سجل الدخول على منصة Equity Copy باستخدام بيانات حسابك التي تم إرسالها إليك مسبقاً عبر البريد الإلكتروني. مرر الشاشة لأسفل للعثور على قائمة اشتراكاتك الفعالة. انقر على مزود الاستراتيجيات الذي تريد إلغاء متابعته. انقر على الإجراء. انقر على إلغاء الاشتراك. اختر ما إذا كنت تريد الاحتفاظ بالمراكز المنسوخة مفتوحة أو تفضل إغلاقها. في حال الاحتفاظ بها، يمكنك لاحقاً إغلاقها يدوياً على منصة MetaTrader. ضع علامة في المربع للتأكيد على أنك تدرك تأثير ذلك على تداولاتك، ثم انقر على إلغاء الاشتراك لإتمام العملية. لقد تمت أرشفة اشتراكك الآن وإيقاف نسخ تداولات هذا المزود. عثر على مزودي الاستراتيجيات الذين يتوافقون مع أهدافك في التداول من خلال تصفح قائمة التصنيفات وإنشاء اشتراكات جديدة لمتابعتهم. تذكر أن الأسواق تتحرك بسرعة وأن التداول ينطوي على مخاطر.